كونيتشوا. ايه الاخبار يا ناس حلوه؟ عاملين ايه؟ وجهزوا نفسكم للسفر النهارده لكوكب اليابان الشقيق. النهارده اخيرا بعد سنه هنرجع تاني لسلسله المنتجات اليابانيه الغريبه، واللي هي السلسله اللي بتعاون فيها مع موقع زين ماركت عشان نشتري حاجات غريبه جدا من اليابان واشوفها معاكم هنا. في رمضان هتنزل حلقه كل يوم سبت ان شاء الله الساعه 9 بالليل بتوقيت مصر، وغير كده لو لقيت التفاعل حلو هنزل لكم حلقه جامده جدا 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 فيها منتجات مش هتصدقوها في العيد. فابدا من دلوقتي اعمل لايك للسلسله دي جامد تحت، مش عارف تعمل لايك جامد ازاي بس فعظ رول لايك. الموسم ده من السلسله دي احنا عندنا 60 كيلو منتجات، 60 كيلو، انا مش هقول سعر، اقول ان هم 60 كيلو. تخيل وزن الشحنات اللي جات لي 60 كيلو، يعني لدرجه ان اللي كان بيوصلها لي بيقول لي احنا محتاجين كذا ترولي، فاهمني؟ فالسلسله هتكون جامده جدا. يعني اتوقع ان كفايه قوي ان في اخر الحلقه دي هتشوف المنتج ده، المنتج ده تقيل قوي والله، ضهري وجعني. المهم زي ما قلت ده تعاون ما بيني وما بين زين ماركت، بمعنى اني بقول لهم المنتجات اللي نفسي فيها وهم بيجيبوها لي لغايه عندي، وفي المقابل انا بقول لكم على الموقع عشان تعرفوا هو عباره عن ايه بالظبط. ففي الحلقه دي هقول لك بشكل مبسط ايه هو زين ماركت. زين ماركت يا صاحبي هو افضل خدمه تسوق من اليابان، وممكن تشتري فيها من الاف المتاجر اليابانيه، والناس دي عندها خبره 10 سنين في المجال ده، 10 سنين. طبعا انا بقالي كتير بستخدمه قدامكم ومن وراكم، وهو موقع موثوق جدا زي ما انت شايف قدامك دلوقتي على تراست بايلوت، وغير كده كمان دي خدمه التسوق الوحيده اللي فيها اللغه العربيه في اليابان، يعني الموقع فيه عربي وفريق العمل عربي وخدمه العملاء كمان عربيه، كل حاجه عربي في عربي، وانا جربت ده بنفسي. غير كده الموقع بيوفر لك طرق شحن كتيره جدا 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 للدول العربيه، منها الاقتصادي ومنها السريع حسب ما انت عايز. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا فاتح الموقع وقاعد على متجر راكوتن، وده واحد من المتاجر اللي موجوده على الموقع طبعا. فخلونا ننزل تحت وندور على حاجه مثلا. ايه ده؟ انا اول مره اعرف ان عربيه سباق ولاحق اسمها طعميه، بس ما علينا، خلونا نخش على العاب الفيديو هنا. وخلوني مثلا، ايه ده؟ ايه اللعبه دي؟ برنسس بيتش شو تايم، والله اول مره اسمع عنها بس موجوده للنينتندو سويتش. خلينا ندخل عليها، هتلاقي مكتوب اول شو تايم الاميره خوخ وكل حاجه بالعربي زي ما انت شايف، ولكن خلينا ندوس هنا اضف الى السله، وهتلاقي مكتوب فوق تم اضافه السلعه بنجاح. فدلوقتي لو دخلت على حسابي هتلاقي مكتوب الايتم هنا والكميه، ولسه السعر مش موجود لان هم بيتحققوا منه، لان فريق العمل في الموقع ده بيتاكدوا لك ان كل حاجه هتمشي تمام، لدرجه ان هم لو شكوا ان في حاجه انت مش فاهمها في الايتم اللي انت بتشتريه بيتواصلوا معاك والله العظيم بيقولوا لك، دي حاجه جامده جدا. فالمهم دلوقتي مكتوب يتم التحقق من هذه السلعه بواسطه زين ماركت، وبعد شويه هم هيقولوا لي كل حاجه ليها علاقه بسعرها كام وتوصلي بكام وكده. بالمناسبه الموقع حاليا فيه كذا بروموشن او كذا حمله ترويجيه، واحده منهم انا استخدمتها في السلسله دي وهي ساكورا او حمله ساكورا، ودي من الاخر بتقول لك انت عندك لغايه تاريخ 31 مارس عشان تستخدم كود ساكورا 24 وانت بتشحن الحاجه لنفسك، وده بيديك خصم 15% من قيمه الشحن. يعني انا مثلا في السلسله دي وفرت 3000 ين واستخدمتهم عشان اشتري حاجات زياده للسلسله. غير كده في حمله ميركاري اللي بتديك 15% كاش باك على كل منتجات ميركاري، ودي معانا من يوم 15 مارس لغايه يوم 19 مارس، يعني معاك 3 ايام فيها. ده غير حملات ترويجيه ثانيه كتير بتبقى موجوده على الموقع يعني، فتابعوهم كويس. على العموم اسف لو انا طولت عليكم في النبذه دي، ولكن في رابط تحت في الوصف، والرابط ده لو انت استخدمته عشان تسجل في الموقع هتاخد 750 ين بدل ال 500 ين اللي بتاخدهم عادي في اول مره بتسجل، يعني معاك 250 ين زياده لو سجلت من عندي. فمستني ايه؟ سجل من الرابط الموجود تحت في الوصف واشترك في الموقع وقول لي حابب تشتري منه ايه او حابب تشوف منه ايه. وخلونا بقى نخش على المنتجات اللي معانا النهارده، لان اول منتج انا قلقان منه جدا جدا جدا. قبل ما اوريكم المنتج الاول عايز افرجكم على فيديو بسيط، فانا هلبس سماعتي ربنا يستر بس، وهفرجكم على السحنه اللي قدامكم دي. ابدا. ايه اللي قدامكم ده؟ ايه الشيء المرعب ده؟ ده يا جماعه حاجه اسمها كلابي، ده روبوت معروف في اليابان بان هو بيسقف، والفكره ان هو بدا كده زي اللي في ايد الست دي، ولكن دلوقتي وصل لكده، وانا من زمان نفسي اجيبه واسيبه في السيت اب عندي عشان يسقف عشوائي. وهنا نيجي في النقطه بتاعت انك المفروض تتواصل مع الدعم العربي قبل ما تشتري الحاجه لو مش متاكد منها، لان انا لقيته رخيص قوي قوي قوي، فقلت دي فرصه يمكن حد مش عايزه فبيبيعه. لا مش دي الفكره خالص. الفكره شايفين حجم الست دي عامل ازاي والجهاز ده جنبها عامل ازاي كحجم؟ اوكي. شايفين حجم انا عامل ازاي؟ ده الجهاز. انا مش عارف انا اشتريت ايه. والله العظيم انا شاكك ان انا جبت ميداليا، وده بسبب ان انا ما قريتش كويس وانا بشتري، ودي غلطه مني انا الصراحه. فانا قلت مش هفتحها ولا هبص عليها غير معاكم هنا، فبسم الله الرحمن الرحيم. اوكي. هو بصراحه كشكل مبدئي كده شكلها هي. يا رب يكون بس شغال بجد. طيب خلونا نطلعه من الكيس بتاعه. اوكي ادي ايديه. اوه واضح ان في بطاريه. يا ترى سقفته صوت عالي ولا لا؟ انا ما كنتش عارف انهم بيعملوه صغير كده والله. طيب خلونا نركبه في السريع. اعتقد ان دي بتركب هنا كده اهو، وبعدين دي بتركب هنا كده، وبعدين الايد بتبقى، هو انا كده لو انا عامل كده تبقى الايد الصباع تخين ناحيتي صح؟ يبقى واحده كده وواحده كده. ده شكل المنتج دلوقتي زي ما انتم شايفين اهو، ومفروض ان من ورا ممكن اشيل البطاريه.
ولكن ده شكله ده حجمه انا ما اعرفش ليه يعني يعني بصراحه مش هكدب عليكم الحجم كويس يعني الحجم كويس للسيت اب هنا بس كان نفسي في الكبيره الصراحه لو حد يتفرج من زين ماركت بقبل الهدايا اوكي جيبوا لي واحد انا مش عارف الاقيه فجيبوا لي واحد المهم ده الشكل من هنا وخلونا نشيل اللزقه دي كده تمام وايه الزرار ده هو جاي طبعا من غير دليل استخدامه لاي حاجه فانا مش فاهم حاجه لحظه واحده ده اصغر زرار باور شفته في حياتي الكاميرا اصلا مش فاهم انا بحاول افوكس على ايه يا كاميرا انتوا شايفين الشيء الصغير ده ده زرار باور يا جماعه بصوا ايه ده زرار باور ده طب خليها شغاله لحظه واحده ايه ده مش شغال بجد اوكي طب هنا طب ايه دي بتتحرك ولا ايه سقف ياه ايه ده بقه ما بيتحركش انا فهمت لحظه واحده كده ايدك بتتحرك لا ايده بتتحرك ايه والله طب انت ايه مش بتسقف ليه يا اسطى يا اسطى فهمت قول حاجه بقى اعمل حاجه مفيده طب انت بتسقف ولا لا انا لازم اسقف لك انا هو انا جايب ايه بالظبط ايه ده اعتقد يا جماعه اللي انا اشتريته عباره عن موديل صغير للكلاب الكبير انا مش متاكد الصراحه بس هو بيعمل كده لحظه واحده اسمعه طب ممكن تسقف سقف واحده بس يعني انا هخليه يسقف كده لحظه وهنا يا جماعه نعرف ليه بنقرا كويس قبل ما نشتري اي منتج خصوصا لو المنتج رخيص وبسعر التراب لان ده كان رخيص جدا الصراحه ولكن ايده طارت في حته انا ما اعرفش هي فين والله العظيم اوكي انا لقيت ايده خلاص انتوا عارفين اقرب حاجه في الموضوع ده ايه مش اني اشتريت المنتج الغلط او انه مش شغال زي ما انا كنت متوقع او زي ما كنت متحمس له ولكن فكره انه مهما لف بيكون باصص لك في عينيك خربت الرعب تنساش اللايك يا عموما انا بالنسبه لي دي حاجه حلوه للاوضه الصراحه يعني هي عجباني قوي ما بيعملش اللي كان نفسي فيه ولكن قول لي ايه رايك في المنتج ده كان نفسي في البيك كلاب الصراحه وبيتحط قدام المحلات اصلا يعني فده كان الكلاب الصغير خلوني اوريكم المنتج اللي بعده عشان المنتج اللي بعده لا اكشلي انا الاول هوريكم منتج رايق قوي 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 انا جبته وعايز رايكم فيه كاخواتي يعني ماشي هل انتوا فاكرين يا جماعه العلبه دي كانت علبه ساعه سبيشال انا كنت جايبها من اليابان في السلسله اللي فاتت او الموسم اللي فات والحلو في الساعه دي هي انها ساعه بتاعه سوبر ماريو وزي ما انت شايف الساعه شغاله لان انا بستخدمها لغايه دلوقتي يعني بلبسها كتير قوي وبصراحه الساعه دي بسببها انا اكتشفت ان اليابان فيها ساعات سبيشال اديشن كتير جدا وانا خلاص قلت لكم قد ايه انا بحب الساعات وعندي ساعات كتيره وبحب اغير الساعات كل شويه مع ان دي اللي بلبسها على طول ولكن ده احتمال يتغير دلوقتي حالا ليه بقى انت شفت فلوج امبارح لما جامايكا كان معايا في عمان صح واكيد شفت في الفلوج عربيتي انا معايا سوزوكي جيمني دي العربيه اللي انا بحبها جدا 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 ومستحيل ابدا ابيعها في حياتي يعني انا مقرر ان اولاد ولادي ان شاء الله يوما ما هيسوقوا العربيه دي بطريقه ما انا بعشق العربيه دي فاكيد لما اكتشفت ان كاسيو وسوزوكي تعاونوا مع بعض عشان يعملوا ساعه مخصوصه للجيمني قلت لازم اشتريها ولكن انا مش بحب ابقى اناني فقررت ان انا اجيب ساعه الدنيا كمان فاحنا النهارده عندنا ساعتين جامدين جدا من اليابان الاثنين كاسيو او جي اولد سكول خلوني اوريكم اوكي دول العلبتين تمام دي علبه الساعه السوزوكي او الساعه السوزوكي جيمني اللي هي من كاسيو ودي علبه الكاسيو العاديه اللي انا جايبها لدنيا الجي شوك خلوني الاول اوريكم الساعه اللي انا جبتها لدنيا طبعا اظن ان كلكم عارفين كويس قوي الجي شوك دي عامله ازاي فانا عايز رايكم في دي لان انا مختارها بنفسي لمراتي ومش هنبص عليها كتير ولكن هنبص عليها بصه سريعه بسم الله الرحمن الرحيم دي علبتها وبسم الله هي دي يا جماعه ده الاختيار اللي انا اخترته لمراتي الصراحه دي ساعه جي شوك فيها ستيبس تراكر او حاجه بتحسب خطواتها وبصراحه كنت جايبها الاول فاكرها ابيض في بينك بس طلعت سيلفر في بينك او يعني رمادي كده في بينك بس عجبتني جدا 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 الصراحه فده شكل الساعه من كل النواحي ودي حاجه من الحاجات اللي انا بصراحه ما شفتهاش قبل كده عندنا في الوطن العربي يعني جي شوك يا جماعه في اليابان او الساعات دي في اليابان والله العظيم عندهم اشكال غريبه المفروض ان انا لو دست هنا بتنور شايفين بتنور ازاي يعني هي النور بتاعها هو جامد جدا جدا الصراحه فعلى العموم دي الساعه اللي انا جايبها لها انا عجبتني الصراحه يعني شكلها فعلا 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 حلو قوي لايق عليها ولكن خلينا نشوف الساعه اللي انا جايبها لها انا بقى رجع يا ابني دي مكانها هنا نجيبها على جنب وخلينا نجيب دي مكتوب عليها من هنا سوزوكي ومن هنا جيمني وعليها الخرتيت اللي هو اصلا العلامه بتاعه الجيمني ومكتوب عليها من هنا جي شوك وبس مفيش اي حاجه ثانيه تقريبا الساعه دي بالمناسبه في منها كميه معينه او محدده في العالم يعني هو مش كتير قوي فخلونا نفتحها كده اقسم بالله متحمس بشكل مش طبيعي انا ما رضيتش افتحها من غيركم دي فبسم الله نفتح كده وعندنا جوه فيه دليل استخدام وضمان وهنا مكتوب جيمني نفكها عندنا الساعة نفسها هنا العلبة جامدة اوكي ده شكل العلبة من فوق من هنا مكتوب جي شوك وعليها الخرتيت من كل ناحية ومكتوب من هنا جيمني انا حاسس ان الساعة دي هتبقى الميم بتاعي بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده ايه الانتي كلايماكس ده طيب معلش لحظة بسم الله الرحمن الرحيم برضه عليها ورقة طب ايه انا عايز ابص على الساعة بسم الله نشيل دي الاول وبعدين نفك دي كده يا جماعة والله العظيم
الجي شوك بالنسبة لي من أحلى الساعات في العالم، فلما تكون الساعة فيها التفاصيل الصغيرة دي انا اتبسط اكتر الصراحه. خلينا نبص عليها مع بعض. مكتوب عليها جيمني مالتي باند 6، لو تشوفوها كده باينه من فوق. عندك معايا زرار الادجاست وزرار المود وزرار الستارت والستوب، وطبعا زرار السبليت وريسيت، وطبعا الزرار الكبير اللي هنا بيعمل ايه؟ بينورها. اوه انتوا واخدين بالكم؟ لحظه واحده، في خرتيت بيبان لما بتنورها. والله بصوا جامده جدا، ده منظرها من قدام، والستراب جامد قوي يا جماعه والله العظيم. اللوجو مش تو ماتش، فاهمين؟ وعايز انورها لكم برده من الكاميرا اللي قدام. لحظه واحده، الخرتيت جامد والله العظيم، الخرتيت جامد. لا انا مبسوط، انا بحب عربيتي قوي، فمبسوط قوي ان في حاجه زي كده. عايز اجرب البسها كده لحظه واحده. قولوا لي ايه رايكم بقى، خلونا نفك دي خلاص، واضح قوي ان انا بلبس الساعه كتير صح. خلونا نحط دي كده. والله العظيم حوار في ايدي، حوار حوار حوار. ايه الكلام بجد، ايه رايكم؟ بعدين عايز اعرف الساعه كام. ايه ده، الدنيا ضلمه قوي، اعمل ايه؟ هوبا نورت، وسع كده وسع كده. صراحة مش هكدب عليكم، انا غيران من دنيا شوية ان ساعتها بتحسب الخطوات، يعني دي حاجة جامدة جدا انا ما كنتش عارفها وانا بشتريها. بس في نفس الوقت الساعة دي عجباني، يعني انا عندي واحد صاحبي اصلا في عمان عنده جيمني هو كمان، هغيظه بيها والله العظيم. لا بكل صراحة وبكل امانة قول لي ايه رأيك، الساعة حلوة ولا لا؟ وقول لي، مع ان انا عارف مين اللي هيقول لي دي حلوة مين اللي هيقول لي دي حلوة، بنات واولاد بقى والجو ده، ولكن ساعة دي احلى ولا ساعة الدنيا احلى؟ مين فيهم احلى من التانية؟ انا شخصيا اصلا شايف ان ساعة الدنيا جامدة جدا والله العظيم. بس انت قول لي تحت في التعليقات، وخلينا نروح على المنتج ال المنتج التالت ممكن يخليك تعمل ديسلايك عشان انا استخدمه بطريقه غشيمه شويه. يلا بينا المنتج اللي بعد ده. هسالك عشان سؤال، هل في مره كنت عايز تغني بس حسيت ان صوتك نشاز شويه، او مثلا كنت عايز تقول حاجه بس مش عايز حد غيرك يسمعك، او يمكن مثلا عايز توجه كلامك لشخص معين بتسجل فويس نوت مثلا بس عايز اللي حواليك ما يسمعوش انت بتقوله؟ النهارده انا عندي حل للموضوع ده مع حاجه المفروض ان هي لعبه وغريبه جدا. ده مايكروفون يو اس بي معمول للنينتندو سويتش، عاملاه شركه هوري اللي دايما بتشتغل مع نينتندو، وما فيهوش حاجه مميزه غير لو بصيت هنا، لان الميكروفون ده بيجي معاه القطعه دي، ودي عباره عن حاجه بتحطها قدامه عشان تكتم نفسك او تكتم صوتك عن العالم الخارجي. دي يا جماعه حاجه معموله من نينتندو عشان العاب الكاريوكي او العاب الغنى اللي موجوده على نينتندو سويتش. بس النهارده مش هنستخدمه عشان الموضوع ده، النهارده انا عايز اجرب المنتج ده معاكم بطريقه مبرره شويه. احنا في رمضان وانا بحاول على قد ما اقدر ان ما يكونش في اغاني او اي حاجه عندي في الفيديوهات، فمش هنغني. بس انا عايز اعمل حاجه لو عملتها معاكم مش عايز مراتي تسمعها عشان ما تكرهنيش، واللي قررت اعمله ان انا هقرا معاكم نكت تفطيس. فخلونا نوصل المايك ونقرا مع بعض نكت ونشوف هل صوتي بيكون طالع للناس اللي بره ولا لا، لان انتوا بتبقوا سامعيني من المايك نفسه والمايك اللي جنبي. يلا بينا. ده منظر الميكروفون من فوق ومتركب تمام، عامل كده، ومن قدام عامل كده، فالمفروض ان انا اتكلم كده. والله العظيم حاسس ان صوتي اتسمعني كويس كده ولا ايه؟ ايه الحوار ده؟ اوكي طيب، عامة الميكروفون فيه من ورا زرار الاون والاوف، فخلونا نشغله اون الاول. واوكي ويندوز لقطه على طول من غير اي كلام خالص. اوكي انا جهزت حاجه، ودلوقتي انتوا المفروض سامعين صوتي من الميكروفون ده من غير ما اكون مقرب بقي منه خالص، ولكن اعتقد ان هو المفروض جودته احسن من كده. لحظه واحده كده، انا بتكلم في الميكروفون ده من غير المفلر اللي حواليه، انا مش عارف الكواليتي بتاعته عامله ازاي، فقولوا لي تحت في التعليقات، لان ممكن نستخدمه في حاجات تانية غير الافيه ده. ولكن لو تبص قدامك كده، انا دخلت على منتدى فيه 10 نكت مصريه مسخره، نكت بايخه. فاللي هعمله دلوقتي ان انا هقرا النكت دي، انتوا هتسمعوني، دنيا بره مش هتسمعني، ومفروض هنشوف صوتي طالع من الميكروفون عامل ازاي، وفي نفس الوقت المايك اللي جنبي ده اللي بيلقط اي حاجه هيسمعني ازاي. فانت احكموا هل فعلا بتكتم الصوت ولا لا، خلونا نشوف. انا اسف مقدمه على اللي هيحصل ده. اعزائي الساده المستمعين، اهلا ومرحبا بكم في قعده الافيهات والضحك والحاجات. هنقول مع بعض دلوقتي شويه نكت، وهتقولوا لي هل انت سامعني كويس من الميكروفون ده وانا بتكلم، ولا صوتي مكتوم فعلا فمش هيبان قوي، لان انا معلي صوتي جدا 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 جوه الميكروفون اللي بتكلم فيه. وبعتذر مقدما، ولكن خلونا نخش في 10 نكت مسخره. بيقول لك مره واحد غبي وقف يتكلم قدام المروحه عشان يتكلم على الهواء مباشره. انا اسف والله العظيم، بس احنا هنكمل العشرة. ايه القرف اللي انا قريته ده؟ بيقول لك يا بابا انا قريت النكتة الجاية وحشة قوي. انا بضحك ليه؟ اوكي بيقول لك يا رب. اوكي بيقول لك مرة مجموعة تملة قرروا يلعبوا كورة ومعاهم صرصار، ليه؟ عشان يبقى معاهم لاعب اجنبي. لو ما بنتش كويس عشان يبقى معاهم لاعب اجنبي. اتمنى يكون صوتي واضح في المايك ده والله. النكت اللي بعدها انا ما اعرفش اضحك ليه، بس ماشي انا والله ما اعرف بضحك ليه. ماشي. مره جبنه جت تزغزغ جبنه تانية قالت لها كيري 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 كيري. كبر السن بيخليك تضحك على اي حاجه والله. اللي بعده، مره واحد راح لجدته ودق عليها الباب، الجد قالت مين الطارق؟ قال لها انا حفيدك. قالت له هتفيدني بايه يعني؟
ايه ده، ايه الفصلان ده؟ او ايه اللي هتفيدني بيه يعني؟ ايه الفصلان ده؟ مره واحده كان اسمها سميرة عمارة حبت تنتحر، نطت من فوق ابوها. مره واحد مهندس حب يسيب الشغل قال لهم انا مستطيل. انا اعتقد اللي بيضحكني فكره ان انا صوتي مش طالع بره، يعني انا متاكد مليون في الميه دول مش سامعيني. يعني لحظه واحده، انتوا سامعيني عشان قريب المايك قوي، خلونا نرجع ورا شويه ورا النكته اللي بعدها. النكته اللي بعدها ما بتضحكش اصلا. مره واحد حرامي راح بيت فقراء لقى فواتيرهم راح دفعها. ما اعرفش ايه بيضحك في ده، هي دي حاجه ما بتضحكش خالص، يعني حاجه حزينه، بس خلونا نرجع بعدها برده من هنا. مره ممرضه خلفت توأم سمت واحد وليد والتاني عضل. صوت كان عامل ازاي يا جماعه؟ كويس ولا لا؟ انا حاسس ان هو فعلا مكتوب على فكره، انا بوداني مش سامعه كويس. على العموم خلونا نفك دي كده، وقول لي يا عزيزي المتابع الميكروفون كان صوته مكتوم ولا لا؟ وايه اكتر نكته ضحكتك؟ خليك صريح معايا، لان انا ضحكت قوي على بتاعه اللاعب الاجنبي دي الصراحه. وهل صوتي جوه المفلر كويس ولا لا؟ اللي انا اعرفه ان الطريقه دي مش عشان تسجل بصوت حلو، على قد ما هو اللعبه هتفهمك اللي انت هتلعبها، بس في نفس الوقت محدش بره هيسمعك. ما اعرفش دي ممكن تعمل حاجه زي كده، دي حاجه ترجع لك الصراحه. بس اللي اقدر اقوله كمان ان هو خلى نفسي قصير، لان انا بحاول اتنفس مش عارف. فالمهم ده يعتبر المنتج الرابع معانا النهارده. خلينا نروح على المنتج الاخير اللي بجد 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 انا متحمس له جدا جدا جدا، لانه هيفيدنا جدا في البيت. يلا بينا. في المنتج الاخير ده انا عندي ليك سؤال. فاكر اول ما بدات السلسله دي خالص اول حاجه كان نفسي اشتريها كانت ايه؟ انا بجد هديك 5 ثواني اهو، انا ببص لك في عينيك وبحاول افكرك حاجة كان نفسي فيها وفادتني جدا في البيت ولغاية النهارده والله العظيم انا بستخدمها وهجيبها لك من بره دلوقتي حالا. ولو انت قلت ان هي كانت المكنسة الالكترونية اللي بتمشي لوحدها او الرومبا، هي ما اسمهاش رومبا، هي كانت يوفي او انكر، بس لو انت قلت ان هي المكنسة اللي بتكنس البيت لوحدها وبتشحن نفسها بنفسها فانت كنت صح. يا جماعة المكنسة دي من ساعة ما طلعتها معاكم في فيديو السلسلة دي في اول مرة خالص من 3 4 سنين تقريبا، وانا لغاية يومنا هذا بستخدمها مع دنيا في البيت. يعني دي بتنضف لنا البيت لما نكون تعبانين جدا. خليني اجيبها لك. اهي زي ما انت شايف، ماشي؟ لغاية دلوقتي بستخدمها، حتى باين علينا ان هي مستخدمة كتير يعني. وطبعا دايما مشحونه، هي منوره ازرق لو دوست عليها. اوكي هتشتمني عشان هي مش على الارض، بس انتوا فاهمين قصدي. خلاص يا نجمه خلاص، هتصاحبني بقى خلاص. بس بسكوتي. اوكي انا سكتها خلاص، فدي اللي كانت عندنا. بس احنا كنا غيرانين شويه انا ودنيا بصراحه بسبب حاجه، وهي ان نفس الشركه منزله المكنسه دي وما كانتش عندنا. دي يا جماعه دي تقيله قوي والله العظيم. دي يا جماعه الاكس 9 برو، تمام؟ وبتعمل ايه؟ خليني اقرب منك بس اقول لك عشان تقريبا صوتي بعيد قوي. لحظه واحده، تقيله قوي بجد ده. انتوا مش متخيلين بجد هي تقيله ازاي والله العظيم. تقريبا العلبه دي حوالي 15 20 كيلو تقريبا. يا جماعه المكنسه دي بتكنس وبتمسح الاثنين، وبتعرف انت تكنس وتمسح، وبتبقى عارفه شكل شقتك عامل ازاي بالظبط، ولو عايز تمنعها هتدخل اوضه معينه تقدر تمنعها. وغير كده كمان هي بتنضف نفسها بنفسها، يعني بعد ما بتمسح بتاخد الميه اللي مش نظيفه بتحطها في تانك كده معاها، وبتقعد شهرين لغايه ما تضطر ان انت تفضيه. يعني تخيل نفسك عندك مكنسه بتكنس بتمسح بتنضف نفسها بنفسها، بتشيلك الميه القذره على جنب، وممكن تشغلها وانت بره البيت لو عايز. كل حاجه موجوده في اللي معايا دي. اقسم بالله يا جماعه منتج رهيب، وكان غالي جدا جدا على ان انا اشتريه بنفسي. شكرا جدا لزين ماركت بجد على التعاون ده، لان الحاجات دي بجد بتخليني عارف قد ايه انت ممكن تجيب حاجات مفيده من اليابان، لان هناك كانت ارخص من هنا. فخلونا نفتح العلبه مع بعض، انا لازم ارجع ورا تقريبا. لحظه واحده، بنطلون جديد باي ذا واي. افتح العلبه كده اطلع الحاجات واوريهم لكم واحده واحده. في دليل الاستخدام واعتقد ان هو هيبقى بالياباني اكيد، وعندنا في فرشه لتنظيف المكنسه على ما اظن. لحظه كده، انا مش هعمل كده في وشي، بس جاي معاه فرشه، تمام؟ فدول اول حاجتين كانوا على سطح البتاع، بعدين نشيل دي كده. وعندنا المكنسه نفسها. يا نهار ابيض على التقل، ايه ده؟ يا جماعه انا خايف منها شويه عشان فيها ذكاء اصطناعي، ولكن ده شكل المكنسه يا جماعه. من قدام لو تلاحظوا في انفراريد سنسور وكاميرات، ومكتوب اي اي مش عارف ايه، اي اي ايه؟ اي اي سي، يعني بشوف بالذكاء الاصطناعي. ولكن اعتقد حجمها باين عامل ازاي، وتقيله تقيله تقيله، انتوا مش فاهمين. في من فوق زرار الباور وزرار الهوم وزرار كمان لللوك، ما اعرفش لوك ايه الصراحه. في حاجه هنا كبيره اعتقد دي اللي بتفضي منها الميه والتراب والحاجات دي. ومن تحت فيه فرشه للكورنرز والبتاع اللي بتشفط بيها، والعجل طبعا، وهنا مكان للمساحات. هي بتطلع الميه منين؟ المفروض ان هي بتطلع ميه يا اخوانا، والله اعلم. بالمناسبه لو تلاحظوا العجل بينزل لتحت وبيطلع لفوق، ده عشان حضرتك المكنسه دي بتعرف لما يكون قدامها سجاده، فلو هي بتمسح السيراميك ودخل على السجاده ترفع نفسها لفوق عشان المساحات تلمسش السجاده وتلطخها. متخيلين الذكاء الاصطناعي وصل ليه؟ يعني دي تبقى عارفه السجاده فين وتبقى عارفه كل حاجه فين. عموما خلينا نشوف في ايه تاني في العلبه مع بعض. في هنا فلتر زياده ومساحه زياده اهم قدامكم اهم. في كمان يا نهار ابيض، بسم الله هتقل. دي يا جماعه البتاعه اللي هي بتفضي فيها كل القذرات وكل حاجه وبتشحن فيها كمان. اعتقد حجمها باين قوي، ليه هي بتقعد شهرين؟ لا انا لازم اوريكم القديمه كانت بتتشحن بحاجه عامله ازاي. لحظه واحده عشان تفهموا بس انا مخضوض ليه. ده شحن القديمه، انا شايله بصباع واحد، هو مجرد شاحن ما فيهوش اي حاجه، يعني ما فيش حاجه جوه غير بس الكونتاكتس بتاعه الدائره الكهربائيه بس. ففكره ان احنا نروح من ده لكل ده، يعني بصوا فرق الحجم
مش ممكن والله دلوقتي. انا تعبت والله عرقت. الحاجه الوحيده اللي محتاجين نبص عليها هل هو بيشتغل على الفولت بتاع عمان ولا لا. في لحظه واحده هات لي ده قدامي كده وبسم الله نقرا الفولتج. ليتس جو بيشتغل على فولت عمان الحمد لله. يعني دي ممكن اوصلها على طول بلاج اند بلاي على طول. حلو ده جدا جدا. طيب خلونا اوصلها وسطبها في السريع ونشوف مع بعض هي بتعمل ايه بتمسح ازاي بتكنس ازاي. طب انا برجع لكم تاني يا جدعان عشان الحته دي بنسبه كبيره هصورها بالموبايل. لحظه واحده. طب يا جماعه اعذروني انا بصور بالموبايل عشان بس اوريكم كام حاجه. اول حاجه دي الاستيشن من فوق تمام. لو رفعنا كده هنلاقي ده مكان الميه النظيفه هملاها دلوقتي ميه نظيفه وده مكان الميه المتوسخه دي بتفضى فيها التنكات. بص عليها دي التانك هو مش صغير خالص تمام. فدي التنكات اللي موجوده هنا وبعدين المكنسه من فوق بتخش هنا عشان تشحن نفسها تمام. ودي المكنسه نفسها زي ما قلنا وفيها الكاميرات وكل حاجه. بس لو رفعنا هنا هنلاقي في عندنا مكان للفلتر. فالفلتر بيتغير من الناحيه دي تمام. اهو الفلتر اهو. والمفروض خليني بس ارجع دي مكانها. والله العظيم بص الساعه عامله ازاي. الساعه جميله والله العظيم. طبعا الوقت ده غلط يعني. لو جينا هنا هنلاقي في فلتر زياده هنا اوكي. ويعني انا بس عايز اوريكم حاجه لحظه واحده. اوكي ده شحن المكنسه القديمه وده شحن المكنسه الجديده. دي المكنسه القديمه ودي المكنسه الجديده. صراحه متحمس جدا 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 نجربها مع بعض. لو تلاحظوا في بقعه هناك انا سايبها قصاد والله العظيم عشان الفيديو ده اقسم بالله. خليني بس اوصلها واظبطها واعمل كل حاجه والست اب وكده لان ليها كمان برنامج على الموبايل مش عارف اوريه لكم للاسف. ولكن خلاصه الموضوع ان هو بيخليك ترسم شكل الشقه تقول لها تدخل فين ما تروحش فين تعرف كل المعلومات عنها وكده. حاجه مش مهمه جدا بالنسبه لنا على قد ما احنا نشوف هي بتمسح ازاي. فخلونا اوصلها وبعدين نشوف مع بعض. يلا بينا. اوكي يا جماعه انا عارف ان انا قلت لكم مش هوريكم برنامج بس البرنامج فيه حاجه جامده قوي. انا اول ما وصلت المكنسه لقيتها بتقول كلام عامل كده. لحظه واحده عشان هي تقيله بس اسمعوا. تتكلم ياباني ماشي. انا ما كنتش عارف ان فيها سماعه اصلا بس هي كانت بتتكلم ياباني. فانا ودنيا استغربنا قلنا ايه ده هتقعد تكلمنا ياباني وبتاع ومش عارف ايه مش هنفهم حاجه وهتقعد تخضنا وكده لغايه ما اكتشفت اكتشاف عظيم. عملت لها ابديت من السوفت وير ودلوقتي ممكن اخليها تقول لحظه واحده تم تغيير حزمه اللغه بنجاح. مكنستي بتتكلم عربي. انت مكنستك بتتكلم عربي؟ ده الحوار ده جامد جدا والله العظيم. يعني ممكن تقول لي تم التنظيف جاري الشحن حاجات كده. انا شايف ان انا بنسبه كبيره هطفي الصوت ده بس مش في اول اسبوع. اول اسبوع نقعد نتسلى بيها. البرنامج خلاني اظبط فيها حاجات كتير قوي ودلوقتي بيطلب مني ان انا اوريه البيت عامل ازاي. يعني اقول له تقسيمه البيت وكده بس مش هعملها برضه دلوقتي عشان محتاجه شغل كتير. هي دلوقتي متوصله بالواي فاي اقدر حرفيا اقدر اشغلها من هنا. لحظه واحده المكنسه ورا اهي ادوس هنا سمعتوا الكلام ده ولا لا؟ قال التشغيل التنظيف تحديد الموقع ايقافا مؤقت. لا المكنسه جامده جدا الصراحه بس لسه محتاجه شويه تظبيط فاروح اظبط في بيتها وبعد كده اصور لكم بالموبايل. يعني اسف على موضوع الموبايل ده ولكن هعمل ايه يعني. طب يا جماعه بتمسح اهي. انا عايز بس اشوف مدى ذكائها هل هتخبط في الحاجات اللي هناك ولا لا. انا عايز تطلع فوق السجاده. تطلع فوق السجاده كده المفروض ترفع دلوقتي المساحه بتاعتها. الله 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 شايفين ايه ده؟ لا مسحت ايه ده ايه ده ايه ده لا 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 لا, لا مش كده لا لا واضح ان هي محتاجه تظبط السيتنج شويه. الله يخرب بيتك. اوكي واضح ان هي التكنولوجيا محتاجه شويه تظبيط ولكن زي ما انتم شايفين هي بتنظف كويس اهو بتمسح الارض. هل الارض نظفت فعلا؟ والله تصدق بص شايفين اي تراب ايه ده الارض مبلوله دي بتمسح بجد. ايه الحوار ده؟ خلوني اقفلها عشان ما توسخش الدنيا بس عشان لازم اظبط حاجات كتيره وافهمكم ليه محتاجه تظبيط هي. طب يا اخوانا زي ما انتم شفتوا هي كانت بتمسح بس حصل حاجه غلط في النص وده بسبب ان انا محتاج اعمل مابنج للبيت كله. يعني انا محتاج افضي البيت واخليه في حالته الطبيعيه اللي هو ايه مثلا انا مثلا عندي هنا في الاوضه في صناديق المفروض الصناديق دي ما تبقاش موجوده فلازم اشيلها واقول لها بص الاوضه عامله ازاي. فهي بتفهم الاوضه عامله ازاي وبتعرف السجاده فين وكده وبعد كده بتخلي بالها بعد كده. او ان انا اشغل الذكاء الاصطناعي بتاعها اللي انا لسه برضه مش مظبطه وهي لما بتشوف السجاده بعينيها او بالكاميرا بتاعتها بتقول اوكي انا هرفع المساحه دلوقتي. فهي رفعت المساحه ولكن ما بقتش فاهمه هي فين بالظبط عشان مش فاهمه الاوضه. هظبطها بعدين. بس غير كده يعني هي محتاجه تظبيطات كتير. يعني مثلا ممكن اقول لها اكنسي بس او امسحي بس او اعملي ميكس ما بين الاثنين بس خلي بالك من السجاده قوي. بس صراحه انا مبسوط بيها قوي. يعني دي انا حاسس ان هي فعلا هتفيدنا جدا في البيت ان شاء الله. فكده نكون شفنا منتجات الحلقه الاولى. انا قلت نبداها خفيف خفيف. اول منتج شفناه هو ده اللي للاسف زعلت منه ولكن ماشي. تاني حاجه اللي بصراحه انا مبسوط بيها قوي ساعه دنيا وساعتي جامدين جدا يا جماعه. ثالث حاجه الميكروفون اللي فيه المفلر جامد قوي اقسم بالله. واخيرا وليس اخيرا الصندوق اللي مش الصندوق يعني هو الحاجه اللي جوه الصندوق بس انتوا فاهمين قصدي. فقول لي ايه رايك في عوده السلسله وقول لي ايه اكتر منتج عجبك النهارده. وبالمره كمان قول لي كده يعني هل في حاجه في اليابان جامده انا ممكن اكون ما شفتهاش او ما خدتش بالي منها وما اشتريتهاش. زي ما قلت لكم لو تفاعلتوا مع الفيديو ده بشكل ايجابي جدا هنزل لكم حلقه في العيد ان شاء الله. غير الثلاث حلقات اصلا اللي هينزلوا كل يوم سبت في رمضان. غير كده اللينك موجود تحت في الوصف ما تنسوش تشتركوا في الموقع. اشترك فيه خد 750 ين وشكرا جدا لزين ماركت لاني بجد والله العظيم انا بحبكم والله العظيم.
التعاون ده يا جماعه من الحاجات المفضله بالنسبه لي طول السنه اقسم بالله. فانا في الفيديو هنا واشوفك بكره ان شاء الله في فيديو حد ايام زمان. طب انا كويس استمتعت الفيديو النهارده وفيديو امبارح كمان بتاع البلوج واشوفك ان شاء الله بعدين و السلام عليكم باي باي. تعبت واشتغلت سهرت واجتهدت ما يبانش في شغلي عارف اني بتعب فيه بجد دوما وعرى شغلي على قلبي زي العسل اللي انتوا تخلوا اي شخص ينسى ايه مفهوم الكسل عشانكم انا مكمل عشانكم انا مطول لحد ما تاني درع يجي لعندي ويفرمل يعرف مكانه فين وسط مليون بستاوي بيسمعوا قصه نجاح انا فيها الراوي.